أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ساعة نقاش. مشاهدينا الكرام، شكل اللقاء الأخير الذي جمع بين وفد من المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة ووفد من الأغلبية موضوعا دسما لوسائل الإعلام الوطنية وحدثا سياسيا وصفه الكثير من المراقبين بالحدث الذي حرك المياه السياسية الراكدة منذ فترة بين فرقاء المشهد السياسي الوطني. فما هي القيمة السياسية لهذا اللقاء؟ وهل يمكن اعتباره بداية مشوار سياسي قد يقود أو يفضي إلى حوار وطني شامل؟ وما هي النتائج الملموسة التي تمخضت عن هذا الاجتماع؟ وما حجم العوائق التي تعترضه أخذا في الحسبان مواقف بعض الأحزاب المكونة للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة والتي رفضت المشاركة في هذا اللقاء؟ إضافة أيضا إلى ما يشاع من تذمر هنا وهناك داخل أوساط في الأغلبية حول جدية مسعى هذه الأوساط في الحوار. إذن مشاهدينا الكرام، يسعدنا أن نناقش هذا الموضوع من زوايا مختلفة وانطلاقا من هذه الأسئلة مع سادة الدكاترة دكتور ديدي والسالك رئيس المركز المغاربي للدراسات الاستراتيجية. مساء الخير. والدكتور محمد والمحمد المختار أستاذ العلوم السياسية بجامعة نواكشوط. مساء الخير، أهلا بكم ضيفي الكريمين. بداية ديدي، التقى الطرفان مؤخرا بعد كثير من الانتظار، انتظار الساحة السياسية الوطنية وانتظار رأي العام الموريتاني، لقاء جماعة بين وفد من منتدى الديمقراطية والوحدة ووفد من الأغلبية. قراءتك لهذا اللقاء وما هي قيمته بالنسبة لك؟ شكرا جزيلا لقناة الساحل على الاستضافة الكريمة، وهذا الموضوع فعلا هام ويحتاج الرأي العام إلى توضيحات فيه. فعلا هو خلينا نميز بين مسألتين أساسيتين. المسألة الأولى أن أي لقاء مهما كان بين شركاء الساحة الوطنية هو مفيد وينبغي أن تكون هناك خيوط ولقاءات مستمرة. الجانب الثاني هو أن مشاكل موريتانيا التي تغرق فيها حاليا لا يمكن معالجتها ومواجهتها إلا من خلال حوار سياسي يخلق أرضية للتوافق حول كبريات القضايا. هذا بالنسبة للنخبة وبالنسبة لشركاء الهم الوطني هذا محل اتفاق. لكن ما هي الصعوبات التي تواجه هذا الحوار أو تواجه هذه الجدية؟ هناك أسباب موضوعية وأسباب ذاتية. الأسباب الذاتية تتعلق بأن هناك نظام عسكري يحكم موريتانيا من 2008 مفرط في الأحادية ويسير البلد بغياب المؤسسات، وبالتالي غياب المؤسسات يضعف أرضية خلق الأرضية المناسبة للحوار. العامل الثاني هو أن الأغلبية أو الموالاة، أنا أسميها الموالاة لأنها أكثر دقة علميا من الأغلبية، لأن عادة الأغلبية مشتركة أو تشارك في إدارة الشأن السياسي، هو أن هذه الأغلبية ليس لها تأثير على قرار الحاكم، بالتالي هي لا تشارك في الرأي من حيث أن تخلق تكون عامل مساعد. هذا المعطى الثاني. المعطى الثالث هو ضعف أداء النخب بصفة عامة، أن النخب عندها ضعف في القوة الاقتراحية، أي أننا إذا تعرقلنا هنا أو تعطلنا هنا مفروض تكون عندنا قوة اقتراحية نحرك بها ونخلق بها آليات دينامية للحركة. المستوى الثالث الرابع عفوا هو أنه ليس هناك عند الأطراف أو بعض الأوساط النخبة السياسية للأسف العميق وعي بأن عملية الانتقال الديمقراطي لا يمكن أن تتم إلا بتوافق سياسي. ما لم نخلق التوافق حول كبريات القضايا، وبالتالي نحن عمليا من اتفاق دكار ندور في حلقة مفرقة. للنظام استطاع أن يتجاوز المعارضة بشكل أنه يسير البلد بشكل أحادي ويلقي المعارضة يفككها ويقضي عليها كما تم في مراحل معينة من عهد النظام والطائع، تبقى عمليا ليس له وجود. وللمعارضة استطاعت أن تخلق قوة ميزان، قوة يفرض على النظام أن يرضخ لمطالبها وأجندتها. العامل الأخير هو أنه إذا لم تحدث متغيرات جديدة في العوامل الدولية، وهي طبعا متحركة نتيجة قضايا الإرهاب والمتغيرات الدولية، أن يكون هناك عامل طرف دولي ما مؤثر ساعي إلى أن يحلحل الأوضاع في البلد كوسيط يحرك هذه المياه الراكدة. إذا نحن للخلاصة لكي لا أطيل على الزميل، أنه نحن عمليا ندور لجملة هذه العوامل في حلقة مفرقة من 2009 إلى اليوم. نعم. إذن قبل أن ننتقل للدكتور، في ظل كل هذه المعطيات
هل ترى أن الوفد الذي شارك باسم المنتدى مكره لا بطل في هذه المشاركة؟ لا، هو شفت الأغلبية في المنتدى ترى بأن الحوار هو المدخل كما قلت أو الخيار الاستراتيجي والذي تشكل عليه المنتدى، ثم أن أي طرف في النخبة السياسية في طرف الحقل السياسي في الشأن الموريتاني عنده نسبة من الوعي مدرك أن المدخل كما قلت منذ حين لحل حالة مشاكلنا، ليست حل سحري، لحل حالة مشاكلنا هي هو التوافق السياسي. لكن خليني هون العقدة وين؟ العقدة حاليا في الحوار تكمن بالإضافة العناصر اللي قلت لك، لكن هناك عقدة هي اللي ما مخليه نتقدم شوية. العقدة أن الممهدات المنتدى يراها بأنها تطبيق القانون ليست شروع، أن فقط الطرف النظامي يطبق القانون، فتح وسائل الإعلام العمومي هذا ليس طلبا، هذا تطبيق القانون. فتح الوظيفة العمومية أمام أبناء الوطن هذا ليس شرطا، هذا تطبيق القانون. الشفافية في الصفقات العمومية هذا ليس شرطا، هذا تطبيق القانون. الإعلان عن الممتلكات هذا تطبيق القانون. إذن ليست هناك شروط عمليا تطبيق. المسألة العقدة الثانية هي عقدة العقد. لا، هذه عقدة العقد ينبغي أن نبينها أن هي غياب الثقة. غياب الثقة بين أطراف الحقل السياسي معدمة، وما لم نخلق أرضية لخلق الثقة، إعادة الثقة، ستكون العملية صعبة جدا. لأن مثلا تجارب اللي دارت كامل للتوافق الوطني في كل البلدان اللي نجحت فيها التوافق الوطني هو أنهم يعمل كل أطراف على خلق الثقة. عندما نخلق الثقة ينطلق القطار. نعم. هل القطار انطلق فعلا بهذا اللقاء الذي جمع الأغلبية والمنتدى، أم أنها بداية خجولة لا ترقى إلى مستوى تطلعات الرأي العام الموريتاني في جلوس فقاء سياسيين على طاولة واحدة للحوار؟ طيب، شكرا. أنا بدوري أشكر قناة الساحل وفرصة سعيدة بوجودي مع صديقي دكتور زيدي، ودعني أقول بأن اللقاء هو لقاء فعلا مهم له أهمية كبيرة، لكون يأتي بعد فترة من الفتور السياسي شهدها الوضع والله المشهد السياسي العام. بالتالي كون هنالك طرف ظل لفترة طويلة ليست بالقصيرة يرفض أي لقاء، يرفض أي تفاعل مع الدعوات المتكررة التي يقدمها النظام للحوار، أعتقد أنه أخيرا هنالك إحساس بأهمية هذا الحوار، وهنالك وعي بضرورة أن يصار إلى حوار، لأنه لا يمكن أن نبني توافقا وطنيا بعيدا عن الحوار. لذلك أعتقد أن اللقاء له أهمية كبيرة جدا، من حيث أولا أنه يشكل منطلق، يعني منطلق بين الفرقاء الوطنيين، ونأمل أن يكون فعلا فاتحة وبداية وخطوة في اتجاه أن يعاد أو يصار إلى الحوار المأمول بين الفرقاء الوطنيين حتى يتم تطبيع الحياة السياسية للبلد. فنحن فعلا في حالة من عدم تطبيع الحياة السياسية، نحن أمام فعلا معارضة ناكرة أو رافضة للواقع لربما ما يقارب عقد من الزمن. نحن في أزمة دكتورة. لا، الحقيقة أنا لا أريد أن أدخل في إشكالية أنه نحن في أزمة أو لسنا في أزمة. في الواقع أنك حين ترى واقع المؤسسات وما عليه حال البلد من أمور لا تستشعر هذه الأزمة، لأن الأزمات لها محدات ولها ملامح، نحن لا نرى هذه الأزمة. لكن حين ترى بمنظور أيضا الطرف الآخر الرافض أن يطبع الحياة السياسية ورافض أن يدخل في المسارات والاستحقاقات السياسية، هو ينظر إلى الأمور في صورة أزمة. لكن كمراقب كملاحظ شخصيا لا أستشعر هذه الأزمة في كثير من مناحي الحياة العامة. فنحن لدينا مؤسسات دستورية تعمل، واسمح لي أن أقول لدكتور زميلي ديدي أنني لا أرى هذه الأحادية في الأنظمة. نحن مررنا بالأنظمة الأحادية ونعرف طبيعتها، يعني من 78 إلى عهد قريب كنا فعلا نعيش في فترة الأنظمة الأحادية، الأنظمة المهيمنة، الأحزاب المهيمنة، لكننا في العقد الأخير والله في السنوات الأخيرة فعلا الأحادية في التسيير،
الأحادية في التسيير. لا، الأحادية بصورة عامة هي تلك التي تقصي أي حضور أي مشاركة. بلد بأكمله هي تحكم فيه رجل يتحكم واحد في شخص واحد. حسب ما يقولون. لا أعتقد أن هذا لم يعد هذا ممكنا. نحن أمام وضع دستوري، وضع مؤسساتي يؤدي عمله في ظروف نراها إلى حد كبير جدا طبيعية. هنالك ملاحظات، هنالك البحث عن آليات للتوافق على المشاركة الوطنية لجميع الفرقاء ليساهم الجميع عبر آلية الحوار، عبر تطبيع المؤسسات. لكن أن يكون هنالك تسيير أحادي، فنحن نعلم نمط الأنظمة الأحادية، ولا أعتقد أننا نعيش فعلا هذه الحالة. فيما يخص مسألة الممهدات والتي يعتقد أنها في الواقع تطبيقا لقانون ليس إلا، أنا أعتقد أن الحوار الوطني الجاد والأطراف الوطنية إذا كانت فعلا جادة في هذا الحوار يجب أن تنطلق من غاية محددة، هي أن نتفق على ما هو يعني ما نستشعر أنه خلاف في القضايا العامة. أما أن نضع عراقيل في وجه حوار لم يبدأ، ونضع مجموعة كوابح ظلت تعيق هذا الحوار على مدار 10 سنوات ولا 5 سنوات، فهذا لا أعتقد أنه فعلا أمر سليم، ولا أعتقد أنه أيضا سيفضي إلى ما نأمله جميعا من وجود توافق وطني حول إدارة هذا البلد، حول يعني توافق وطني بين جميع الشركاء الوطنيين يفضي إلى تطبيع الحياة السياسية ويفعلها، ويجعل الجميع يشعر بأنه موجود في هذا البلد ومساهم بقدر دوره. لا يعني ذلك طبعا تغيب المعارضة ولا تجاهلها ولا تجاوزها، وإنما أن تلعب دورها في إطار مؤسسي فقط. دكتور، ما دامت هذه الأزمة حسب ما يقول الكثيرون داخل الأغلبية وما تسميها أنت الموالاة موجودة فقط في أذهان من يقولون بأن هنالك أزمة، بلد تعمل مؤسساته بشكل طبيعي ومنتظم، المتغيرات التي تحدثت عنها، المتغيرات الإقليمية والدولية، أليست حافزا يدفعنا ويقودنا إلى الاتفاق والجلوس على طاولة حوار مشترك؟ لماذا كل هذه الممانعة وسط جهات في المعارضة؟ تماما. خليني ما دمت قبل أن أجيب إلى سؤالك أن نرفع مستوى النقاش، لأني أمامي صديقي العزيز وهو من أعز بالمناسبة أصدقائي في موريتانيا. خليني نرفع مستوى النقاش لأنه هو أستاذ القانون الدستوري ودرس كذلك العلوم السياسية. خلينا نعرف ويعرف المشاهد ما هي محددات الأزمة بالنسبة لعلماء السياسة. محددات الأزمة بالنسبة لعلماء السياسة ثلاثة، هو أن لا تكون فرقاء الساحة السياسية يتخاطبون ضمن دوائر الحقل المحددة لذلك، بمعنى أن عندما تجرى انتخابات الكل يشارك فيها والكل مسلم بكل معطيات الحقل السياسي. هذا المؤشر الأول. المؤشر الثاني عود فم رضا عام عن الفاعلين في الحياة العامة سواء اجتماعيين أو اقتصاديين أو سياسيين. المحدد الثالث أن يكون النظام قادر على رد يتفاعل إيجابيا دائما على المتغيرات الدولية. أنا أسأل أي مشاهد يتابعنا الآن، هل نحن في وضعية سياسية؟ إذا تغيب فرد واحد هل نحن في وضعية سياسية طبيعية أم نحن في أزمة حقيقية؟ أي في أي بلد إذا لم يتوفر لأي فرد واحد أن لا يصوت أو يشارك في الحياة العامة معناها أن هناك أزمة. تتفاوت درجات هذه الأزمة إلى أن نصل إلى دولة هشة كما وصف تقرير البنك الدولي الأخير بموريتانيا، دولة من أكثر الدول هشاشة بين الدول العشر الأكثر هشاشة، أو بين دولة نصل فيها إلى درجة الدولة أصبحت فاشلة. ما هي محددات الدولة الفاشلة؟ نحن في وقت، وهذا سأفتح قوس بسيط، الوقت اللي كنا نستمتع بعروض قواتنا المسلحة في نواديبو كانت هناك قوات من نوع خاص تغير على البيوت وعلى الشوارع في نواكشوط، وهي جيوش أصبحت. عندما يمر يعبر الشارع 10 أشخاص مع بعض ويعتدون على محل في وضح النهار أصبحت هناك عصابات منظمة في المدينة، وبالتالي نحن في وضعية بلد عندما لم تعد السلطة. هل توجد فقط مدينة في العالم كبيرة؟ لا، في لا تحدث فيها من لا لا, لا يحدث بشكل فردي، لكن عندما يتجاوز الثلاثة أصبحت هناك عصابات. عندما يتجاوز 3 أفراد يمشون لينفذوا جريمة بشكل جماعي أصبحت هناك عصابات. نحن إذن أصبحنا في حافة الدولة الفاشلة، أي الدولة التي لا توفر الأمن ولا تدفع المرتبات للموظفين. هذا حصل في نواكشوط في الشارع وضح النهار في دار النعيم، 10 أشخاص يعتدون على محل لبيع الرصيد. خليني المحدد الثاني هو الدولة الفاشلة، أننا أصبحنا في حدود الدولة الفاشلة، أن بلدنا أصبح السلطة الخزينة العامة عاجزة عن دفع مرتبات غالبية الموظفين. نحن اليوم في
سبعة من الشهر أغلبية المؤسسات العمومية لم تدفع. أعود إلى 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 العنصر الثاني، القضية الفردانية. أنا فقط من باب النكتة لكي لا أثقل على المشاهد أعطيه فقط فكرة تطفي التلفزة. قد لا يكون من اللائق أن شخص في بيته عادي يقول الأطفال أنتم اطفوا التلفزة، وقد لا ما بالك بأن رئيس جمهورية يوقف مباراة وهي يحكمها قانون دولي لفيفا تنظم كل المباريات في العالم. لا تأكدت منه دكتور. لا هذا معروف. فقط هو خال توضيحها. أعتقد من طرف الوزارة المعنية. تم توقيف المباراة. خليني نمشي لك. قال لنا ما وحق. أنا أعطيك اللينك تف. لا لا لا. الصحافة الألمانية، الصحافة السعودية كتبت كتب في كثير من الجهات أنه مريح جدا أنه رئيس الجمهورية كان عنده التزامات يخرج ويترك من يسلم الجوائز بعده، لا يقول لا يوقف مباراة تنظمها قوانين دولية. نعطيك مثال ثالث على أنه غياب الفردانية. أي اليوم صفقة عمومية تعطى لا ترضي من هم في القصر توقف مباشرة بدون ما يكون عند رجال الأعمال. هذه الصفقات تكلف أموال طائلة تحضير ملفاتها وأن يحوز عليها طرف معين، تلقى بدون لا تعليل لا قوانين وما يجري. جرد قلم. قد جرد قلم وقد أعطي عشرات الأمثلة عندي موجودة. أرجع إلى سؤالكم. حاليا الحوار. بعدكم ما رجعت له بعد. هي طبعا فتحت فيه قوس طويل نسبيا. الحوار حاليا قضية الممهدات ليست فعلا ليست مسألة شكلية. فعلا إحنا عند إذا قلت كذا توفر عنصرين نمشي إلى حوار وينطلق القطار. العنصر الأول هو ثقة، أن نبني ثقة، والعنصر الثاني أن مفروض أن نتفاوض فعلا على قضايا اللي تساعدنا ننطلق فيها لحل حالة الأمور. والثقة ما فاتت بثناء. لا، هي الإشكالية. نحن اليوم أمام عقدة الثقة الحقيقية، لأنه الممهدات بقدر ما هي تطبيق القانون لكنها مشكلة عقدتها هي عقدة الثقة. وبالتالي اليوم لا بد للأطراف إذا كانت جادة من أجل خدمة مصلحة العليا للوطن أن تبحث عن خلق مناخ عام لخلق مناخ للثقة، ونبدأ نتفاوض على القضايا المهمة. القضايا الجوهرية في هذا الحوار ما هي؟ هي خلق ضمانات لتناوب سلمي على السلطة في موريتانيا. هذا هو اللي مفروض أن كل أطراف سياسية حاليا تتحاور حوله. لا ينبغي أن نتحاور حول تسوية أوضاع اقتصادية تحتاج إلى سياسات استراتيجية أو تسوية تشغيل أو الفقر. لا، نحن نتحاور حول القضايا السياسية، أن نضع أرضية للتوافق حول القضايا السياسية، وضع ضمانات للتناوب السلمي على السلطة، وإنجاح انتخابات شفافة. هذا هو اللي يتم التحاور حوله. لكن ما دمنا ما خلقنا أرضية للثقة، لأن نبقى دائما للأسف العميق ندور في نفس الحلقة المفرقة. نعم. دكتور، من يقف في وجه الثقة بين الأطراف السياسية في نظري؟ والأغلبية يقال عنها إنها تتحمل جزء كبير من عدم تقدم مسار الحوار، نظرا للصراع داخلي عميق داخل الأغلبية يعيق تقدم الحوار. على كل حال، أنا أعتقد أن الذي يعيق الحوار هو المعارضة، ولست هنا المعارضة بصورة عامة ممثلة في المنتدى، وهذا هذا بشكل موضوعي فيما يتعلق بطبيعة هذا الكشكول أو هذا الكيان الكبير اللي فعلا يضم مجموعة توجهات ومجموعة تشكيلات. من الصعب عليه أن يتخذ قرارات، ونحن نعلم أن آلية اتخاذ قرارات فيها آلية إشكالية بحد ذاتها تتنافى مع المنطق الديمقراطي. نحن أمام أحزاب، أمام أشخاص، أمام مجتمع مدني. من الصعب أن يجتمع على كلمة واحدة في حين ربط كل مصيره بقرار إجماعي لا يمكن أن يتحقق في المنطق الديمقراطي. لا في الديمقراطي لا يوجد الإجماع. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، دعني أقول لزميلي دكتور ديدي أني لم أسمع أبدا في الديمقراطيات العريقة أن هنالك مشاركة 100%، وأن الانتخابات يصوت عليها كل الناخبين ويشارك فيها كل السياسيين حتى تكون انتخابات ديمقراطية، وحتى تكون انتخابات يكون متاح له. دكتور، أنا لم أقاطعك. لا أقاطعك في هذه الجزئية فقط. أن يكون متاح له. لا عادي. أن يكون متاح له. صديقي سيصبر علي. متاح له أن يشارك بظروف موضوعية. دكتور، متاح له تماما. متاح له بدليل أن المعارضة التي لم تشارك. دكتور، متاح له بدليل أن أحزاب المعارضة التي شاركت وجدت حصتها، وهي اليوم موجودة في المشهد السياسي وتلعب دورها كمعارضة في المؤسسات الديمقراطية الموجودة في البلد، وهذا يعني أن الجميع متاح لهذه الفرصة. لكن هنالك من يمانع، إما حرصا على يعني ماضي لم يعد باستطاعته استعادته،
أو بحثا عن يعني مناخات كان يريد يعني تبيئتها في بيئة مغايرة ومختلفة. وبالتالي كل هذا في الحقيقة، كل هذه الرهانات يبدو لي أنها وصلت إلى أفق مسدود، والبديل هو أن نصل أخيرا إلى ضرورة أن يدخل الجميع في حوار بين جميع الأطراف. لا أعتقد أن الأغلبية فيها من يكبح أو يعارض هذا الحوار، بدليل أن الدعوة إلى هذا الحوار ظلت متكررة وظلت مستمرة وحصلت مساعي ومحاولات، وهنالك نحن نعلم كل المراحل التي مرت بها هذه الدعوات من شنقيط إلى اليوم. فهنالك فعلا دعوة من جانب واحد، حتى أنه بدأ كما لو كان النظام هو من يستجدي هذا الحوار، أو الأغلبية هي من يستجدي هذا الحوار، وهنالك معارضة لا تريد أن تدخل في هذا الحوار لأسباب يجهلها الجميع. المواطن لم يعد يقتنع بالمنطق الذي تقول به المعارضة لرفض الحوار. دعني أؤكد على أن هذا الحوار يبقى مسألة ضرورية، وأن أي حزب أو تيار أو فاعل سياسي لا يؤمن بأن الحوار هو السبيل لتجاوز كل الخلافات، لتجاوز كل التعقيدات، هذا غير موضوعي، ولا يريد أن يكون شريكا موضوعيا مدنيا ديمقراطيا في الوطن. مسائل أخرى الحقيقة تطرق لها زميلي، لا أريد أن أجعلها موضوعا لحلقتنا هذه. أوضاع الأزمات وأوضاع الأمنية وأوضاع هذه مواضيع على كل حال لها مجالها، ولن نكون معنيين بها لأني أنا لم أتي هنا للرد عليها ولست مكلفا بذلك، بل جئت هنا لأحاور زميلي في أهمية الحوار، في محددات الحوار الديمقراطي، في أطرافه، في ضماناته، في أهميته حقيقة في أن ينتقل البلد من هذه الحالة غير الطبيعية إلى حالة طبيعية تطبع فيها المؤسسات السياسية من جديد على نحو يرضي الجميع، يجد فيه الجميع ذاته بشكل أو آخر، ونعيش في حياة ديمقراطية إلى حد ما مقبولة. الواقع أن هنالك أطراف تمارس الكثير من لا أدري ما أسميه، لكن نوع من الممانعة التي لا تفضي أبدا إلى شيء، والتي في الحقيقة تفتقر إلى مضمون. أنا في الحقيقة أتساءل بشكل كبير جدا، ما هي أهم المطالب الأساسية التي يمكن أن يتضمنها اليوم هذا الحوار؟ ما هي الملفات الأساسية التي يمكن أن يتضمنها حوار وطني خاصة بعد السياسي؟ دعني أقول لك أننا في حاجة في هذا البلد إلى حوار وطني شامل، ليس فقط سياسي وإنما وطن، حوار وطني اجتماعي. دكتور يتفق معك في ذلك. إذن بحاجة إليه، وهذا الحوار لعل الجانب السياسي فيه لعله الأقل أهمية. لماذا؟ لأن الجانب السياسي في الحوار السياسي لم يعد له موضوع لدينا. لماذا يكون ليس له موضوع؟ الحوار السياسي يكون في بلد تمتنع فيه التعددية، تمتنع فيه الحرية، حرية الإعلام، ونحن زميلي الحقيقة يقول بأن المؤسسات العمومية غير مفتوحة، الإعلام العمومي غير مفتوح أمام المعارضة، وهذا في الحقيقة غير دقيق. نحن نعلم أن التلفزيون الوطني، نعلم أن الإذاعة الوطنية، نعلم أنهما يراسلوا، أنا شاهد على ذلك، أعلم أنهما راسلوا مرارا وتكرارا على مدار السنين الماضية أطياف المعارضة للحضور للمشاركة في برامج، في لكن هنالك رفض، يعني لما هو واقع، نوع من المكابرة عن الواقع. حتى نعود ونعيش الواقع علينا أن نتفاعل مع ما هو موجود وأن نتعامل معه كحقائق وليس كحالة مفترضة في الأذهان ينبغي أن تزول حتى نعود إلى أوضاعنا ونمارس حياتنا الطبيعية. دكتور ما تحدثتم عنه الثقة، يعني الثقة يقولون إنها معدومة ولا توجد بين مكونات المعارضة الوطنية، بدلا تبحثوا عن ثقة بين النظام والمعارضة. كثيرون يتساءلون لماذا المعارضة الموريتانية لا يعني توحد خطابها وتحدد أهدافها يعني بشكل مشترك وتنطلق. المعارضة عبارة عن مجموعة من الأحزاب متباينة في الطرح والإيديولوجيا، والثقة بينها ما يخالق، وبالتالي إذا وضح مشى واحدين مشاركوا في اللقاء واحدين بقوا، ما مصير المعارضة بعد قاع أولا نصوركم سنتيك شوف هو يلا نميزوا بين مسألتين اثنتين، بين حالة المنتدى وضع المعارضة بصفة عام وسياقها وأسباب بطء حركتها واستجابتها وتوافقاتها، وبين ما كان يتحدث عنه الزميل، هي أن نميز للمشاهد الكريم بين الديمقراطية التجميلية معروف
وزميلي وانا كتبنا عن هذه المواضيع وبين الديمقراطية الحقيقية. شفت عندما بدأت التحولات عند بعد خطاب لابول المشهور لفرانسوا ميتران، دخلت كل الدول الإفريقية تقريبا في تغيير تعديلات دستورية ومؤتمرات وطنية، ودخلت مسارات انفتاح سياسي. يقير في فرق بين الانفتاح السياسي وبين الديمقراطية. بالتالي ما حصل في كثير من الدول الإفريقية والعربية هي ما يسميه بالديمقراطية التجميلية. ما معنى ديمقراطية التجميلية؟ أن تكون عندك عدد كبير من الأحزاب، وما شاء الله عندنا صار 107 أحزاب، وعندنا آلاف منظمات المجتمع المدني، وعندنا الحمد لله عاد السمع البصري، هو هذا هو أكثر شيء قيمة عندنا، حرية السمع البصري، حرية الإعلام، واللي نفاخروا به في المحافل الدولية. لكن هذه الديمقراطية اللي يسموها في الدراسات السياسية ديمقراطية تجميلية، معناها متحكم فيها، عندك برلمان سوري، عندك مجلس دستوري سوري، عندك كل مؤسسات الموجودة في الديمقراطيات الحقيقية لكنها سورية. خليني نمشي لما تساءل عنه زميلي الفاضل، ما هو مضمون الحوار المطلوب؟ قبل نأتي لسؤالك، أنا تأخر شوية على سيرتك. الضمانات المطلوبة في أن أي حوار سياسي جدي يمشي لها وتخلق فعلا أرضية للتوافق السياسي والتناوب السلبي على السلطة، نقاط محدودة جدا، هي آلية تمنع تدخل الجيش في ممارسة سياسية، آلية تجعل المجلس الدستوري مؤهل لأنه فعلا يعود عنده صدقية في إشراف الانتخابات، آلية مؤسسية كلجنة مستقلة وطنية للانتخابات تشرف حيادية تمتلك كل، إبعاد جهاز الإدارة وأموال الإدارة وأموال الدولة عن تدخل السلطة السياسية، عدم إبعاد صدقي في الحالة المدنية والتأكد من حياديتها. هذه المعطيات هي اللي ينبغي أن يمشي أي حوار. اللي يمنع عن النقاش؟ خليني نجي. هذه حاليا قال أنه ما عنده خط أحمر بالنسبة لي تماما. هو هذا أنت حاليا الأسد. الأسد يقول كل المعية معاه في الغابة أن تأتي إلى المورد، لكنه عندما لا يرضى عن من يأتي إلى المورد يقتله مباشرة. هاي السلطة متمسكة بالسلطة. الأسد الرئيس من الأسد. لا أسد الغابة. خليني مثل قرب لك الصورة. هذه السلطة لو كانت جادة ننطلق مباشرة في هاي الضمانات ولا تكون عندها إشكالية. لو ما كانت هي متمسكة بأنها تبقى عندها السلطة متمسكة بها، تكون أحادية في تسيير سياسة موريتاني، في ذروات موريتاني، ومتمسكة بكرسي السلطة، لا مشينا لهذه ولا في إشكالية. نرجع لك لقضية موضوع المنتدى. المنتدى يضم مجموعة من الأحزاب، من الكتل، المجتمع المدني، النقابات، شخصيات مستقلة، أحزاب في 16 حزب. هذه الأحزاب، كل هذه المجموعات عندها رؤاها، وبالتالي هي فعلا في داخل المنتدى يمارس الديمقراطية. ورأي بالمناسبة المنتدى ليس إلا جزم المعارضة، لأن هناك المعاهدة وهناك أحزاب أخرى. هذه الكتل متباينة تصيغ برنامج، وفعلا تجربة المنتدى تجربة جيدة لأنها تخلق نوع من الديمقراطية، لأنها تخلق أن ثقافة الديمقراطية هي ثقافة التنازل، هي ثقافة أن نخلق أرضيات مشتركة وبعضنا يتنازل البعض. هذه قراراتها طبعا بطيئة وصعبة، لأن ما هي مثل الموالات فهم شخص واحد يأخذ القرار وهم مفروض عليهم يبتسموا له، حتى ما عندهم الحق في أنهم يعلوه أو يشاركوا. لو كان قاعد الموالات عندها حق يمكن تغير من رأي الرئيس أو تأثر عليه، لكن قاعد تعطينا خطوات. وبالتالي حاليا ما هو واقع في المنتدى فعلا قد يأثر على سرعة القرار، قد يأثر على سير يعقد المفاوضات، لكن المفاوضات عفوا التحاور في المناخ السياسي دائما توجد مطبات، توجد مشاكل، لكن عندما توجد إرادة سياسية صادقة من الطرفين ويخلق مناخ ليك الفكرة اللي يتمون لا نرجع لها الثقة. أنا حاليا وزميلي أو جميع زملائي إذا تناقشنا حول الموضوع، لأن في مناخ ثقة سنختلف منهجيا ونختلف علميا حول الأفكار، لكن سنصل سريعا إلى التوافق. لماذا؟ لأنه في أرضية للثقة. المشكلة الآن المنتدى لم يصلوا سريعا الى التوافق. لا، هذا قلتك طبيعي انه هذا الكشكول الكبير ولم يتوافقوا لحد اللحظه. لا شوف وذهب بعض منهم وبقي البعض الاخر. حاليا داخل المنتدى. لا داخل المنتدى مساله الثقه، لما تحقق كتله سياسيه صغيره. لا هو موجود معنا نحن الموريتانيين. لا في ثقه بين اطراف المنتدى حاليا. تجليات انهم ياخذوا قرار. ثم انا لا اوافق على فكره الاجماع، يعني فكرة غير ديمقراطية، ومن صاغها أصلا وثائق المنتدى صاغ فكرة ترجعني لثقافة العرب، أن كل شيء ما يعطل المؤسسات هو الإجماع. أنا لا أوافق على فكرة الإجماع نهائيا في المنتدى، لكن مفروض الأغلبية، لأن فكرة الإجماع فكرة غير ديمقراطية أصلا، والمطلوب الأغلبية. حاليا
لا, لا لا من طبيعة الأمور أن أن, أن تختلف نختلف حول هذه الصيغات. بعض المنتدى اعتبر أن الرد الكتابي مسألة شكلية قبل اللقاء، والبعض اعتبر أن أي لقاء كما قلنا في بداية الحوار أنا وزميلي أنه اللقاء بحد ذاته مسألة إيجابية، وأن دائما نستطلع الأرضية المشتركة لعلنا نتقدم ونجد آليات لتجاوز هذا إشكالية عدم انعدام الثقة. أنتم شخصيا من الداعمين ل أنا من الداعمين لأي لقاء، أنا من الداعمين لأي حوار، أنا من الداعمين لاستطلاع أي آراء عند الطرف الآخر. اللقاء عين لذا اللقاء الأخير طبعا 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 دعم هذا اللقاء، لأن اللي مثلنا حاليا صديقي رئيس المنتدى حاليا هو صديق محمد سالم البحوين، ودعم هذا اللقاء ودعم أي لقاء وأي حوار مهما كان ثنائي أو متعدد، لكن علينا أن تكون فقط هذه اللقاءات لقاءات جدية من أجل خروج بنتائج، وليست مسألة شكلية أو الاستهلاك الإعلامي أو جرجرة الأمور. إحنا قضينا شكرا دكتور لينا، خليني نقول هذه الفكرة، هي فكرة موجهة للنخبة كما وجدت رسالة مرة ماضية للعقلاء فقط، أنه كفانا جرجرة بلدنا وأوضاع بلدنا لا تحتمل، وعلينا أن تخلص النوايا ونتقدم كافة الأطراف مدعوة للتقدم في حوار جدي نصل فيه إلى ضمانات تناوب سلمي على السلطة وشفافية الانتخابات، لكي نخلق ليس فقط أن نتقدم في التنمية هذا شيء صعب ونتقدم في حالة الملفات، وإنما نضع الأرضية الجسر الذي نعبر عليه لمعالجة هذه الملفات. شكرا دكتور. دكتور بشكل موضوعي، ما هي العوائق في نظرك التي تعترض من الجانبين من الأغلبية والمعارضة التي تعترض سبيل الحوار؟ طيب أنا في تقديري أن العوائق التي تعترض سبيل الحوار جد هي فيها بعض موضوعي يتعلق بمسألة نظرة كل طرف للطرف الآخر، بمعنى آخر أنه إذا انطلقنا كلانا من نظرية، كلا الطرفين انطلق من نظرية عدمية للآخر، فلن يكون هنالك حوار. من شروط دائما الحوار الديمقراطي أن تكون له مجموعة من المحددات الأساسية، ضرورة الاعتراف المتبادل بين أطرافه، ومسألة الثقة كما أشار لك هي مسألة محورية وأساسية، لكن مسألة الثقة الوصول إلى غايات محددة تماما ضرورة الاعتراف المتبادل والشعور بمستوى من الندية، بمعنى أني أنا لا يمكن أن أتحاور معك وأنت تنظر إلي كخائن والله كمتسلط وكمستبد وكشخص غير حريص على أن يتحاور معك وأنه متعالي بوقت أنك أنت، كما حصل مرارا وتكرارا حين سمعنا من الإخوة في المنتدى أنهم يرفضون الحوار مع زيد أو عمر من الناس لأنه لا يمثل النظام، لأن النظام شخص وعليه أن يجلس معهم بشخصه حتى يكون هنالك حوار أو بتكليف مباشر منه أو شيء. هذه أمور في الحقيقة غير واقعية وغير موضوعية ولا تنم عن جدية في مسألة الحوار. كما قلت أن يكون هنالك اعتراف متبادل بين الفرقاء الوطنيين وعدم إقصاء والحرص على أن تكون هنالك غايات نريد أن نصل إليها من هذا الحوار، وأن نتحاور حول أمور جوهرية وليست مسألة مراوقات أو إلهاء أو عدم جدية، وأن يكون هذا الحوار هنالك حرص متبادل على أن ما يفضي إليه يكون موضوعا لتطبيقات ويكون محل التزام واحترام من كل الأطراف. حين يتوفر ذلك سيتحقق ذلك الحوار، وأعتقد أن الأطراف كلاهما معني بهذا الأمر ومعني بأن يبرهن عن أو يعبر عن إرادة جادة وصادقة في الوصول إلى حوار، لأن الجميع بحاجة إلى هذا الحوار والبلد أيضا بحاجة إليه كما قلت. فنحن كما أشار زميلي في منطقة ملتهبة وفي كثير من المداخل لتوتير المجتمعات، ونحن لا قدر الله لا نريد أن ننزلق إلى أي مسار من هذه المسارات. صحيح أننا الحمد لله في أوضاع جيدة ولدينا استقرار محسوس يعلمه الجميع، لكن مع ذلك هنالك حرص أنا أستشعره كمراقب كملاحظ من أن النظام لديه رغبة حقيقية في هذا الحوار. مرات أحيانا أتساءل لماذا كل هذا الحرص على هذا الحوار في الوقت اللي في الطرف الآخر لا يريده. اليوم لنخرج من كل ذلك ومن كل هذا يعني الواقع البيات السياسي إلى لنتطلع إلى صباح مشرق. يعني صباح مشرق وإلى حوار شاد يفضي إلى تسوية كل القضايا العالقة ويصار فيه إلى
حياة سياسية كما قلت طبيعية إن شاء الله تجدد من خلال المؤسسات الدستورية على النحو اللي يرضي الجميع ويشارك فيه الجميع، وبالتالي نفتح آفاق جديدة للتنمية ونترك أيضا يعني نخرج من هذا الواقع. نحن لا نقلل من خطورة الدور الذي تلعبه المجموعات اللي موجودة في المعارضة، المعارضة أعتقد السلبية التي لا تريد أن تتحاور، لأنها ما تمارسه من استطيع أن نسميه تشويش، من إعطاء صورة غير موضوعية عن الحياة السياسية، النفخ في كل شيء، يعني الأمن منفلت والأزمة الاقتصادية خانقة ومؤسسات ميتة ولا تعمل. أنا دعني أسأل دكتور زميلي دكتور ديدي بشكل موضوعي، ونحن كلانا أستاذ العلوم السياسية يعرف حجم وممكنات التحول داخل هذه المنطقة. هل نتوقع في أفق قريب أن تتحول مؤسساتنا حتى ولو عبر حوار وطني وإجراء انتخابات غدا ظل كل الضمانات التي تريدها المعارضة، أن يتحول مؤسساتنا غدا إلى مؤسسات فاعلة ومجتمعنا مجتمع ديمقراطي؟ أخي، مسألة الديمقراطية ليست فقط مسألة بناء مؤسسات شكلية بقدر ما هي بناء بنيات وعي ثقافي، وعي تراكمي، يحتاج إلى مسار كبير من التراكم، من الصعب أن نصل إليها عبر توافق سياسي، وإن كان هذا التوافق سياسي يرى المسألة مهمة وموهد وإطار يمكن أن نؤسس عليه ونبني في ظل حياة سياسية طبيعية. أما أن نتحول بين عشية وضحى حتى ولو جاء القطب الآخر، أنا على يقين كامل بأن المعارضة في منطقتنا العربية وليس فقط في موريتانيا إذا حلت محل الأنظمة لا تقدم البديل، ولن تكون أبدا أكثر ديمقراطية من الأنظمة القائمة. وقديما قيل أن المعارضات هي من جنس الأنظمة القائمة في هذه المنطقة، والدليل أن معارضات كثيرة وصلت إلى خلال العقد الأخيرة ولم تحقق الديمقراطية. المسألة يا أخي مرتبطة بواقع مجتمع، ببنيات، بثقافة، بمجتمعات من طبيعة أخرى، وتحتاج إلى تراكم كبير بنيوي لكي تحقق الديمقراطية، وقبل ذلك تحتاج إلى أن تكون نخبها وفرقاء السياسيين واعين هم أنفسهم بالأهمية الديمقراطية ومدركين أن هنالك مصلحة حقيقية في التحول الديمقراطي. بعبارة أخرى، هنالك ثقافة ديمقراطية، وهذه مفتقرة بالمناسبة، أشعر أنها مفتقرة داخل المعارضة، وربما تكون مفتقرة داخل الأنظمة اللي من جنس هذه المنطقة، لكن المسألة تحتاج إلى أكثر من مجرد تحول ميكانيكي يحصل بين عشية وضحاها. الأمر أعقد بكثير جدا من ذلك، لكن كل ما نطمح إليه والأفق الممكن هو أن يصار إلى توافقات بين جميع الفرقاء السياسيين، وأن يتم تطبيع الحياة السياسية بين هؤلاء الفرقاء حتى نؤسس لي ما يمكن أن نسميه تأطير أو منطلق ديمقراطي ربما يمكننا بعد عقود من الزمن أن نصل إلى ما نصب إليه ونبتغيه في مفهوم الديمقراطية الحقة. وإن كانت يعني الديمقراطية الحقة تظل فكرة، هذا المنطلق الذي تحدث عنه دكتور، هل يمكن أن نعتبر أن اللقاء الأخير يمكن أن يكون أساسا لهذا المنطلق، أساس من خلاله يتم إجماع وطني، يتم اتفاق سياسي؟ طبعا هو أي لقاء إذا صدقت النوايا هو يمهد أن نستكشف بعضنا بعض ونقدم فيه آراء جديدة وتصورات لإمكانيات حل الأمور. وأعتقد أن اللقاء الأخير إذا لم يضيف شيء كبير فإنه إيجابي بحد ذاته، والأطراف خرجت منه متفائلة، ونرجو أن نبني عليه ونستمر. لكن هنا خليني إذا كان إيجابي، خليني مميز، أنا دائما حرصت من البداية أن نرفع مستوى النقاش. لا، إذا كان إيجابي دكتور فقط بالنسبة لنا احنا هذا العامة اللي نتابعوا التطورات السياسية، ما هو مصير المنتدى ككتلة سياسية؟ لا، شوف ما هو مصير الأحزاب التي لم تشارك؟ هل تتوقعون مشاركة في المستقبل؟ المنتدى مستمر بوحدته، لأن الخلاف الحاصل حاليا مسألة شكلية، أن نلتقي أو لا نلتقي، لأنه متفقين على كل النقاط اللي قلت لك، كل الوثائق متفقين عليها، ومتفقين على المسألة الشكلية اللي ما المخو بيان قالوا عنه ما تمثلهم الجماعة لا الالتقاء فيه وباوي يلقاوكم عادي عجل. عادي، هو الحرص أن نحن حريصين على يتم المراسلات رد مكتوب والكل متفق عليها، وعندما ترد
جهة الموالاة والأغلبية برد مكتوب سيستأنف الحوار، وإذا لم يتم هذا الرد المكتوب الحوار لم يستأنف وستبقى الأمور في مكانها ويبقى المنتدى في مكانه موحد. إذن هذا لكن خلينا نرجع، أنا حريص هنا على أن قلت نرفع مستوى النقاش، خلينا أن نميز بين مسألتين، بين ما يسميه هشام شرابي أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني من أصل أمريكي رحمه الله في كتابه الأبوية العربية، بين أن في الواقع العربي لن تخرج أحزاب، مخرج يشير أنه خمس دقائق تماما لا ينخلص، لكن فكرة جوهرية أنه لن تخرج من أرحام الأنظمة الاستبدادية معارضات ديمقراطية. لكن خلينا أن يعرف المشاهد مسألتين اثنتين أساسية. المسألة الأولى أنه بمواصلة العمل بالتراكم نخلق هذه البنية الثقافية والذهنية. ثم أن المسألة الثانية الأساسية هي أن نخلق أرضية التوافق، هو أنه تجارب دول أمريكا الجنوبية الحالة حاليا مرجعية للانتقال الديمقراطي، والدول الإفريقية بجنبنا اللي حصل فيها انتقال ديمقراطي هو أن نبنيه على التوافق. عندما نبني أرضية للتوافق الأمور الأخرى نبنيها مع الزمن، نبنيها تراكميا، نبني المؤسسات اللي تحتاج تأهيلها، لأن احنا حاليا في مشهدنا السياسي بالمناسبة عندنا مؤسسات دستورية لكن جدة في العالم جيلين من أنواع المؤسسات لا توجد عندنا، مؤسسات ما يسمى مؤسسات الضبط ومؤسسات ما يسمى مؤسسات الحكامة. هذا دستورنا الحالي اللي نطبع الحياة السياسية نعمل ونتجه لتغيير دستورنا ليكون دستور من الأجيال العصر الجديد يدخل بلدنا، أن نخلق هاي مؤسسات ضابطة ونخلق مؤسسات الحكامة اللي هي اليوم رافعة للتنمية البلدنا. إذن ما لم نصل إلى أرضية التوافق حول المرجعيات الأساسية ما كنت نتحدث عنه حاليا بين فرقاء المشهد السياسي، معناه أن نحن واقفين في نفس المكان لا نتحرك. يقول خلينا اليوم نتفائل شوية، خلينا أن النخبة تتفائل بأنها قادرة، أمور تاني ما يمتلكوا من ثقافة السلم وما يمتلكوا من ثقافة التعايش نسبيا وإن كانوا تعايش على الطريقة البدوية، أنه نخلق هاي الأرضية ونستمر فيها. المسألة الثانية المناخ الإقليمي، إحنا حاليا شمال المغرب راهو تقدم في مسار الانتقال الديمقراطي بفعل مشاركة المجتمع المدني، غربنا سنغال دولة ديمقراطية نسبيا نظام منتخب، جنوبنا مالي على تحفظ على ظروف جارت في الانتخابات رئيس منتخب تم لا طرف يعترض على شرعيته، في بوركينا فاسو تم انتخابات شرعية وشفافة بشهادة المعارضة وشهادة المراقبين. إذن نحن اليوم ما على نخبتنا أن لا تترك في المعارضة ولا في الموالاة، ونرجع لفكرة أساسية. أنتم كنخبة دكتور كنخبة مثقفة هل تعتبرون أنكم فاعل أو مفعول به في عالم السياسة؟ لا، إحنا هون فاعل بإرادة من يمتلك منا إرادة ولم يحبط ليغادر. رأي بالمناسبة النخب الموريتانية في السنوات الأخيرة للأسف كثير منها أحبط غادر البلد، بعض منها أحبط وخرج من مؤسسات الإدارة وعيش على الهامش، لكن فيها من يقاوم رقم قلته. لكن خلينا نخلص إلى 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 فكرة أساسية وهي أن عن الوقت تماما فكرة أساسية هي أن اليوم مطالبين في كافة الأطراف في الموالاة المعارضة أن نطور قوة اقتراحية لتخرجنا من الدائرة الحلقة المفرقة التي ندور فيها. أن مطالبين جميعا ليس فقط المعارضة، السلطة، الكل، النخبة الثقافية حتى التي ليست فاعلة في العمل السياسي في الحياة العامة مطالبين بقوة اقتراحية، لأني ألاحظ أن نخبنا تعاني من كسل كبير في القوة الاقتراحية والتفكير في ما يمكن أن يحلحل مشاكلنا ويخرجنا من الأزمة السياسية. شكرا دكتور. بنظرة استشرافية في دقيقة ونصف، ما هي قراءتك لمآلات الوضع السياسي في ظل التطورات الأخيرة؟ أنا في الحقيقة متفائل ودائما طبيعي هذا التفاؤل، لكنني هذه المرة أعتقد أن هنالك يعني حرص على أن يصار إلى حوار وطني جاد على الأقل من طرف اللي كان يمانع أو كان يرفض الدخول في هذا الحوار. هنالك فعلا نظرة أخرى وهنالك فتح آفاق جديدة ليتحقق هذا الحوار، وأعتقد أن الموالاة أو الأغلبية
حريصة من فترة على أن يحصل هذا الحوار، وسعت إليه وقامت بمحاولات أيضا حتى إجراء حوارات، لكن ظلت دائما حريصة على أن كل الأطراف تشارك في ذلك. واليوم ها هو الطرف اللي كان يرفض دخله، ونأمل أن يكون في دخوله جدية حقيقية في أن يصار إلى حوار، لأن الجميع يدرك أن الحوار أصبح الحوار لا مناص منه، وهو مهم جدا. الأطراف التي كانت تمانع في الحوار تدرك أنها بدون حوار لن تستطيع أن تكون فاعلة في الحياة السياسية، ونحن نعلم أن هنالك ظروف كثيرة جدا تجعل هذه الأحزاب اللي لن تبقى على هامش الحياة السياسية، ولن تبقى فقط ممتمسكة بأنه لا حوار، لأن لا حوار ما فيه أفق سياسي. البديل والحل هو أن يتم التوافق حول حوار وطني نخرج به من هذا الواقع اللي في الحقيقة غير طبيعي، ويجد الجميع فيه ذاته إن شاء غير الله طبيعي سياسياً، غير طبيعي متعددة. غير طبيعي الحقيقة، أنا أود أن أقول غير طبيعي من زاوية أنه هنالك فعلاً طيف مهم في الحياة السياسية يرفض الواقع السياسي المعاصر، يرفض المشهد السياسي بكل حذافره، يكابر فيرفض، يرفض مثلاً البداية، المنطلق اللي انطلق منه زميلي في البداية، نحن أمام نظام عسكري أحادي، وكأنه كل الاستحقاقات التي حصلت والاتفاق والحوارات، يعني هذا النظام اللي سماه أحادي خرج بعد 2009 في ظل حوار وطني شهد عليه العالم وكل يعلمه، وفي انتخابات، وبعد ذلك وزير انتخابات في بعد فترة مأمورية كاملة، لا يزال هذا النظام نظام عسكري، وخليني أفرح الواقع لك ما أقدر تعطون الوقت دكتور لا 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 نظرتكم توما دكتور توما نظرتكم توما الاستشرافية للمستقبل شوف هنالك حوار شوف أنا في حوار والله ما في حوار لا 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 أنا العكس أنا شوف خلينا نقول كلمتين في نهاية هذا الحوار واحدة أن السلطة القائمة هي عليها أن تتنازل لأنها عندها ما تقدم لأن هي تمسك البلد وبالتالي من مصلحتها أنها تنهي فترتها مؤمريتها في ظروف عادية وأنها تحصل على المشروعية التي لم تحصلها خلال السنوات الثمانية الماضية والجانب الآخر الجانب الآخر أنها تمسك بكل خيوط اللعبة عليها أن تتنازل هذه الفكرة الفكرة الثانية أننا مطالبين أنا طبعا لست متفائل لكننا مطالبين أكررها مطالبين من كافة الأطراف أن نخرج بلدنا من الأزمة أنه يتخبط في أزمات عديدة وليس أقلها شأنا صعود الهويات صعود الهويات الفرعية الصاعدة في مواجهة الدولة وبالتالي نحن إذا لم نخرج من هذه الحلقة المفرطة تنامي الخطاب تنامي الخطاب في الشرائح اللي هو يواجه أنه نحن نتجه إلى تفكيك بلدنا عمليا وبالتالي مطالبين أن نخلق أرضية للتوافق لكي نتفرق لسياسات تنموية وبلدنا يحتاج إلى تنمية ويحتاج وضعية أفضل مما هو فيه شكرا جزيلا دكتور ديدي بلسالك رئيس مركز مغاربي للدراسات الاستراتيجية وشكر موصول لكم دكتور محمد بن حمد المختار الأستاذ العلوم السياسية بجامعة نواكشوط هذه تحياتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته